الثالث بهذه الانطلاقة، ورابعا هناك أيضا المنطلق شعار بن كاسب، عود ونهني خليفة بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز. تابع انطلاقاتنا وشوطنا التاسع، تمت انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا التاسع والخاص هنا بانطلاقتي وتحديات البكار، سن اللقاية واخر اسابيعي مقربة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة على نهيان طيب الله ثراه. نسير هنا مع الصدارة مع السايحة، من تنطلق على الصدارة صالح بن محمد بن سعيد بن قابض الطنيجي على الصدارة والمقدمة والمركز الأول الشبابية، على المركز الثاني حمد بن حميد بن سعيد بن خميس الهاشمي تأتي ثانيا، والمركز الثالث وسام سالم بن سعيد بن كاسب المسافري والغزيل عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي رابعا، وخامسا هنا الحذرة لبخيت بن علي بن خصواني المنصوري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في مسيرة أول كيلومترا منطلقا ومندفعا بتحديات هذا الشوط هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع مشاهدينا الكرام الانطلاقة، نتابع التحديات، نتابع هنا الإثارة. نعود مع السايحة، السايحة لا زالت على الصدارة من البداية وهي مسيطرة على زمام الأمور وعلى المقدمة. صالح بن محمد بن سعيد بن قابض الطنيجي على الصدارة وعلى المركز الأول الشبابية، على المركز الثاني حمد بن حميد بن سعيد بن خميس الهاشمي
وعلى المركز الثالث وسام سالم بن سعيد بن كاسب المسافري. إبعاد القادمة، إبعاد القادمة محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة قادمة على المركز الرابع والمركز الخامس. الحاسمة محمد بن عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، النتيجة ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول لا زالت السائحة على الصدارة، السائحة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعة. هنا صالح بن محمد بن سعيد بالقابض الطنيقي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما الشبابية، الشبابية حمد بن حميد بن سعيد بن خميس الهاشمي على ثانية المراكز وإبعاد على المركز الثالث هنا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن منانة. ولكن التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة هو السايحة، السايحة من البداية وهي على الصدارة. صالح بن محمد بن سعيد بن قابض الطنيقي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. الشبابية على المركز الثاني، الشبابية على ثانية المراكز، ولكن السايحة، 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 السايحة على الصدارة على المقدمة. قامت راس هنا أيضا بتحدياتها، صالح بن محمد بن سعيد بن قابض الطنيقي هانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني الشبابية حمد بن حميد بن سعيد بن خميس الهاشمي، وسام سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، وإبعاد محمد بن أحمد بن سعيد بن منانة على المركز الرابع. تهانينا.